Good morning 3rd grade. How are you today? I'm teacher Sana. The last lesson we talked about the animals with backbones and we said that they are divided into five classes and they are birds, mammals, amphibians, fish, reptiles. Okay. And we talked about birds and we discussed the characteristics of birds. Today we're going to talk about Mammals or mammals and amphibians. Mammals and amphibians. Let's start. <laughs> mammals. Mammals, they have many characteristics. اللي هم الثدييات اللي هم كتير خصائص أو صفات. وهن they live on land. Live on land, live يعني يعيش on land على اليابسة. إذن they live on land. They are covered with hair or fur. يعني بتغطى covered يعني يغطي أجسامها شو بغطيها hair, شعر or fur. Fur اللي هو الفرو. Uh, they breathe by lungs برضه اخذناها قبل هو بتتنفس من خلال شو من خلال lungs الرئتين they eat different kinds of food like plants and animals يعني بياكلوا التنين بياكلوا نباتات وبياكلوا حيوانات They have babies and the mother feeds them on milk. هلا they have babies يعني قصدهم عندهم صغار اطفال او بينجبوا او بينجبوا اطفال and the mother feeds them on milk. الام كيف بتطعميهم من خلال milk حليب يعني بالرضاعه حليب. Uh, for example عندنا cats cats cow cow goats goats and whale ويل زي ما بنلاحظ الويل اللي هو الحوت بنلاحظ انه الويل هو ثدييات ماملز يعني مو اسماك اوكي okay. ننتقل للامفيبيانز امفيبيانز هم البرمائيات اوكي okay. they spend part of their life in water and part of their life on land يعني spend يعني بيقضوا حياتهم part of their life يعني جزء من حياتهم وين في الماء water في الماء and part of their life جزء تاني من حياتهم وين؟ uh, on land بقضوها وين؟ على اليابسة. So they spend part of their life in water and part of their life on land. Second one young amphibians يعني صغار البرمائيات live in water and breathe by gills. بعيشوا وين؟ في الماء and breathe بتنفسوا من خلال شو؟ Gills. Gills حكينا قبل معناتها خيرشيم. يعني صغار الأمفيبيانز بيعيشوا ببداية حياتهم وين بعيشوا في المي وبتنفسوا بالخياشيم. As they grow older، لما بيكبروا، they breathe by lungs. They breathe by lungs. lungs يعني الرئتين. حكينا بتنفسوا بالرئتين لما بيكبروا. يعني هم صغار بتنفسوا بالخياشيم، بعيشوا بالماء. هم كبار بقدروا يتنفسوا عن طريق الرئتين. And they lay soft eggs. in water يعني بيضعوا البيض يعني بتكاثروا كيف عن طريق البيض مو مثل ميمولز عن طريق الولادة طيب إذا شو عن طريق lay soft eggs طبعا البيض بكون مميز أنه soft يعني بيكون طري آه طري ولين وين بيكون البيض بيكون بالوادر بالمياه اوكي okay. they lay soft eggs in water هلا تجمع أو مجموع البيض بنسمي اسم بنسميه spawn span يعني هلا باللهجه الامريكيه بيحكوا span باللهجه البريطانيه بيحكوا spawn اوكي سو span is a group of eggs يعني مجموعه البيض بنسميها سبان اوكي okay. they eat insects and plants يعني بياكلوا insects حشرات and plants نباتات هلا امثله عليهم frogs الضفادع toads toads التودز اللي هم بيشبه الضفدع اسمه على الجوم او بسموه ضفدع الطين هلا بحكي لكم الفرق بيناتهم and salamander what is the salamander salamander is a small animal that looks like a lizard هو بيكون حيوان صغير بيشبه سحليه lizard but has soft skin له جلده بيكون soft ناعم او طري and lives both on land and water بعيش وين بالمية واليابسة What's the difference between frogs and toads هلا شو الفرق ما بين الضفادع والعلاجيم أو العلجوم أوكي هلا الفرق بيكون بالشكل أو بالتركيب العام لإلها كيف يعني؟ هلا على اليمين الصورة هاي بنسميه تود، تود اللي هو حكينا العلجوم وعلى اليسار هو الضفدع فرق اوكي okay. اول فرق بيناتهم السكن الجلد التود هاز ثيك دراي سكن وذ بامبس وذ بامبس اند usually براون يعني شو ماله بيكون جلده بيكون سميك وجاف وكمان في له زي المطبات كيف هون زي الطعجات مطبات طالعه من جلده وكمان بيكون لونه بني اما بالنسبه للضفدع ترى كيف شكل الضفدع ثن ويت سموث هلا جلده بيكون نحيف او نحيل وبيكون رطب ويت مش دراي زي التود وبيكون ناعم هاز مور كلر عنده كتير الوان ملون يعني اوكي okay. وكمان فرق انه التود بيكون له هاز شورت ليجز عنده ارجل قصيره شورت اما الفراغ ات هاز فيري لونج ليجز عنده ارجل طويلة. والفرق الثالث أنه الفراغ lives in the water يعني بيقدر يعيش في الماء أما بالنسبة للتودز التودز lives on land بيعيش فقط على اليابسة وكمان الفراغز lays eggs in clusters يعني البيض بيكون على شكل تجمعات clusters زي هي مجموعة أو هيك تجمع يعني أما بالنسبة للتود lays eggs in a chain زي شبه السلسلة بيكون البيض اوكي okay. وكمان انه الفراغ الفراغ بيكون prefers to jump يعني بحب ايش يعمل انه يقفز jump يعني بقفز اما التود شو بيعمل prefers to walk يعني بت، يعني بتفضل انه يمشي or use small hops hops اللي هو يعني كيف لما بيحجلوا بقدم واحدة بيقفزوا بس بقدم واحدة هاي هي الهابس طبعا الفرق بيناتهم مو مطلوب منكم بس معلومة اضافية لإلك Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and press like. See you later and goodbye.